المجد للآب والابن والروح القدس. بهالأسبوع الرابع من الصوم بلشنا مرحلة ما بعد الصليب، مع الصليب ونحو الصليب. بارح كنا معيدين للسجود للصليب الكريم المحيي. هالمحطة الأساسية بالصوم تنرجع نعبي ونخزن، نقدر نكفي لقدام. في عنا طلوع مع القديس يوحنا السلمي، ومنشوف نحنا مع حبة الحنطة بس ينبت الزرع منكتشف إنه في زقان. مثل مثل اللي سألوه الفعلة لرب الحقل إنه أنت ما زرعت زرع جيد، منين إجا الزقان؟ هالسؤال كتير مهم بحياتنا الروحية، اللي نحنا منكون عم نسعى، عم نصلي، عم نتعب، عم نجاهد لنعيش مشيئة ربنا، ولكن منكتشف إنه في عنا بعد ضعفات، في عنا أهواء، في عنا أمور لا تليق بالتوبة. ربنا بيقلن اتركوهن ينمو مع بعضن، بيجي وقت الحصاد وبينفرزوا. فنحن بدنا نعرف ننقي مزبوط حواسنا، ننقي أرضنا، ننظف، نشوف شو بعد في عنا ضعفات ما قدرنا نتخطاها. بهالصوم نسعى أن نكون عم ننظف، طب بس بده يكون في حصاد يكون نظيف، هالثمر اللي بدنا نعطيه لربنا ما يكون مزغول، ما يكون داخله أمور لا تليق بالرب ولا بالتسبيح. فالله يعطينا نطلع درجة درجة تنوصل للمحبة الكاملة بنعمة الرب. آمين. حبة الحنطة المثنى ذات الطبيعتين، زرعت بالعبرات في حضن الأرض.